السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم إخواني الكرام. كما قلت بعد أن قمت بطلب بطاقة البايونير، كما تلاحظون هذه هي الظرف الذي قد أتاني إلى المنزل، لكن للإشارة فقط، فنحن لدينا خدمة بريدية ضعيفة جدا. بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بتوزيع هذه الأشياء لا يأتون إلى هذا المنطقة، فقمت بالذهاب إلى الوكالة البريدية الخاصة بالمدينة القريبة منا، ثم قمت بسحب هذه البطاقة من لديهم. كما تلاحظون هذه هي البطاقة، بعد أن تصلك سيأتيك هذا الظرف على هذا الشكل، يحمل العنوان الخاص بك وكذلك البطاقة الخاصة بك. هذه هي البطاقة الخاصة بك، تقوم بنزعها على هذا الشكل وبعد ذلك تقوم بتفعيلها. كما تلاحظون هذه هي بطاقة البايونير مسبوقة الدفع التي سبقنا وشرحنا في الدرس كيف تقوم بالحصول عليها، وهذه الجهة الخلفية الخاصة بالبطاقة، وهذا هو الرقم الخاص بي لتفعيل الحساب من خلال بايونير، تفعيل الحساب وكذلك لتفعيل حساب البايبل الذي سبق وشرحت كيف تقوم بذلك. كما تلاحظون هذا هو الكود، تقوم بإدخال هذا الكود وبعد ذلك ستقوم بالحصول تفعيل الحساب. جيد، كما قلت، وبعد ذلك ستجد الظرف عليه بعض المعلومات المتعلقة بك، العنوان الخاص بك وكذلك مجموعة من المعلومات الأخرى وكذلك معلومات خاصة بالشركة. جيد، الآن سنقوم بتسجيل الدخول إلى حسابنا. نقرأ على سجن إن، ثم بعد ذلك ننتظر قليلا بعد أن قمنا بعد أن شاهدنا الفيديو الخاص بالبايونير بعد وصولها. الآن سنقوم بتفعيل البطاقة. كل ما عليك فعله بعد الدخول مباشرة إلى هذه الصفحة ستجد عرض حالتك وتفعيل البطاقة كما تلاحظ هنا في المربع الأحمر. نقوم بالنقر على تفعيل، وبعد ذلك سنقوم بملء المعلومات التالية. جيد، كما تلاحظ معي هنا في الخانة الأولى الرقم البطاقة أو الرقم 16 للبطاقة الخاصة بك. ستقوم بإضافة بالنسبة للخانة الخاصة بالبين، تقوم بكتابة رقم مكون من أربعة أرقام، ثم بعد ذلك تنقر على التفعيل، ثم بعد ذلك تنتظر قليلا. كما تلاحظون معي الآن تم تفعيل البطاقة بنجاح. كما تلاحظون معي تم تفعيل البطاقة، وبهذا تكون قد قمت بتفعيل بطاقة البايونير الخاص بك. إلى هنا أكون قد انتهيت من هذا الموضوع. المرجو إن أعجبتكم الحلقة لا تنسوا دائما النقر على زر لايك للفيديو وكذلك الاشتراك في القناة تشجيعا لنا حتى نستمر في نشر المزيد إن شاء الله، وشكرا على المتابعة. إلى حلقة قادمة بحول الله.